وصل إلى مملكة البحرين فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس المجلس الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي تستضيفه مملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبل فخامته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.